السلام عليكم اخواتي، واهلا بكم في وصفه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا مركز الليمون الحامض او السيترون اللي تيكون اللون ديالو اصفر كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الوقت ديالو، ممكن هكا نستغلوه ونديروا هذا المركز اللي ممكن نحضروا به ليموناده منعشه بحال اللي كناخذوا راه معروفه، وكذلك ممكن طحنوا معاه مختلف الفواكه، وغادي يفيدكم ان شاء الله الا حضرتوا هكا بكثره في المجمد للشهر الكريم الى طول الله العمر. وما تنسونيش البنات اللي عجبكم الفيديو تخليوا لي البصيمه الزوينه ديالكم والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للبنات المكونات المركز ديال الحامض، بالنسبه هنا غادي نحضر كميه ليا كثيره. عندي هنايا 4 كيلو ديال الحامض اللي غسلته مزيان بالماء والخل بعد ما حكيته مزيان باش لكان فيه شي تراب ولا شي حاجه تزول، لان غادي نستعمل القشره ديالو. وكنحتاج 2 كيلو ديال السكر سيده، سكر حبيبات. بالنسبه هنا غنحضر كميه اللي كثيره، بالنسبه ليكم اللي كنتو غتحضروا كميه اللي قليله. بالنسبه لكيلو ديال الحامض كتمشى معاه نصف كيلو ديال السكر سنيده. وحاولوا البنات اختاروا حامض اللي يكون جديد، ما يكونش لاوي يعني يكون طري ويكون فيه كميه ديال العصير اللي هي كثيره. ندوزو نشوفوا الطريقه. بالنسبه للطريقه البنات، كناخذ هكا حكاكه اللي هي رقيقه، ضروري البنات تكون حكاكه اللي هي رقيقه ما تكونش غليظه بزاف. وغادي نحاول نحك الكميه كامله ديال الحامض في الحكاكه اللي هي رقيقه، غير ديك القشره الصفراء يعني ما نوصلش للقشره البيضاء، ضروري تحكوا غير القشره الصفراء باش ما توصلوش للقشره البيضاء ويعطيكم مروره في العصير. غنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل كميه كامله نحكها في الحكاكه، ونرجع ان شاء الله نكمل معكم الوصفه. صافي البنات، من بعد ما حكيت القشره الصفراء الحامض كيف ما كتشوفوا كرجع على هذا الشكل، كنخليه جنب. وكيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للقشره هذا هو الشكل ديالها. كنأكد البنات حكوها في حكاكه اللي هي رقيقه بزاف، ما تحكوش القشره البيضاء يعني حدكم غير القشره الفوقانيه اللي هي صفراء باش ما تكونش مروره في العصير. بالنسبه لهاد القشره هذه غادي نضيف ليها هذيك الكميه ديال 2 كيلو ديال السكر سنيده بالتدريج، يعني كنضيف كما كتشوفوا معايا كميه من السكر، وكنحاول نخلطو مزيان مع القشره حتى كيندمج معها، وكنعاود نضيف كميه اخرى من السكر وكنعاود نخلطو مزيان حتى كيندمج مع القشره، وكنبقى مستمره هكا حتى كنكمل 2 كيلو كامله اللي عندي. صافي غادي نبقى مستمره بهذا الشكل حتى نكمل 2 كيلو ديال السكر سنيده، ونعاود نرجع ان شاء الله نكمل معكم الوصفه. صافا البنات، من بعد ما خلطت مزيان السكر سنيده مع القشره
هذا هو الشكل ديالهم. غادي نخليهم جنب زيت ديك السكر سايده يتنس مزيان بالقشره، وغادي نرجع للحامض اللي حكيته من قبل. بالنسبه لهاد الكميه كامله ديال 4 كيلو غادي نحاول نعصرها مزيان في العصاره حتى نعصر الكميه كامله، ونكمل الوصفه لهذا المركز ديال الحامض. صافي، من بعد ما كنعصر الكميه كامله ديال الحامض كنحصل هكا على عصير تقريبا خرج ليا 2 لتر ديال عصير ديال الحامض. كنخليه جنب وكناخذ هكا واحد الاناء اللي كبير اللي غيتسعني هكا في الخدمه، وكنخوي فيه ديال الكميه كامله ديال السكر سنيده مع القشره اللي خليت من قبل كيترقدوا مع بعضياتهم. صافي كنفرغ هكا الكميه كامله ديال السكر، وكناخذ صفايه اللي رقيقه. ضروري تاخذوا صفايه هكا اللي رقيقه باش يتصفى مزيان داك العصير، ما يهبطش لينا هكا شي حاجه اللي هي غليظه بحال العظام او شي حاجه بحال هكا، باش ما يكونش مروره في العصير. صافي كنصفي مزيان ديك الكميه كامله ديال 2 لتر ديال العصير ديال الحامض فوق من داك السكر والقشره ديال الحامض، حتى كيتصفاو مزيان. صافي من بعد ما كنعصر العصير ديال الحامض فوق السكر ديال سنيده، كنجيب ضراب يدوي وكنحاول كنحرك مزيان الخليط ديال السكر مع العصير حتى كيتخلط مزيان، وكندخلو الثلاجه لمده ديال 24 ساعه. مره كنطلع ليه هكا وكنضرب ليه هكا واحد التحريكه بالضراب يدوي. صافي وكندوز مده اخرى ونرجع هكا، يعني ما كنغفلش عليه، مره كنرجع نحركو لمده ديال 24 ساعه عاد كنكمل المركز ديال الحامض التحضير ديالو، يعني حتى كنحس بديك السكر سنيده داب مزيان مع العصير. ومن بعد ما دازت 24 ساعه على الخليط ديال السكر مع العصير ديال الحامض، هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. كيكون هكا ثقيل وكيكون هكا خاطر. ضروري البنات هاد العمليه تخليه لمده ديال 24 ساعه حتى تذوب السكر مع العصير كيف ما كتشوفوا، كيولي على هذا الشكل بحال هكا. كناخذ بالنسبه لهاد المرحله هذه صفايه اللي كتكون رقيقه بزاف، ضروري تكون هكا صفايه اللي هي رقيقه، وغادي نحاول نصفي فيها هذا الخليط كامل باش نزول منه هذوك القشور اللي حكيت في الاول ديال الحامض. وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نصفي هذه الكميه كامله اللي عندي. صافي هنايا البنات، من بعد ما صفيت المركز ديال الحامض كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، غادي نخليه جنب. اما بالنسبه للبنات القشور اللي كيبقاو بعد ما كنصفيو هذا المركز ما كنرميهمش، كنديرهم في هذه البواطه هذه وكنحتفظ بهم في الثلاجه، اللي ممكن انكم تنسمو بهم الغريبه ديال الحامض، تنسمو بهم الصابلي. بالنسبه للكيك كيجي زوين بزاف، يعني هذه بالنسبه لهذا القشور كننصحكم ما ترميوهمش، احتفظوا بهم هكا في الثلاجه. اما بالنسبه للمركز ديال الحامض
كيفاش كنحافظ عليه او كنحتفظ به في المجمد؟ كنديرو في البلاستيكات اللي كيتسدو مزيان وحده فوق وحده، وكنحتفظ به هكا في المجمد. هو راه ما كيجمدش البنات، يعني كيبقى هكا كريمي، يعني ما كيوليش قاصح بزاف كونجلي، يعني كيبقى كريمي. بالنسبه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، كنعمر بالكاس ديال العنبه، لان كاس ديال العنبه كيعطينا ايترو ديال العصير. يعني كنعمر هكا في البلاستيك، ولكن كنحسب شحال من كيس في البلاستيك باش كنعرف شحال درت في كل بلاستيكه. غنبقى مستمره هكا كنعمر في البلاستيكات بنفس القياس ديال الكيسان، وغادي نسدهم ونديرهم في الكونجيلاتور. وفي الاخير غادي نخلي واحد الكاس اللي غادي نخلطو معاكم هكا مع الماء باش تشوفوا كيفاش كيرجع هذا العصير ديال الحامض. صافي البنات، هنا بعد ما كملت البلاستيكات كاملين، درت وحده فوق وحده بعد ما عمرتهم، وزول داك الهواء اللي كيدخل وسط البلاستيك باش ما كيبقاوش منفوخين، وقفلتهم مزيان ودرتهم هكا في بلاطو، وكندخلهم الكونجيلاتور الوقيته اللي بغيتو، ولا كنجبد الكيمياء اللي بغيت وكنستهلكو. يعني راه ما كيوليش قاصح كونجلي، ممكن انكم تاخذوا غير هكا بالمعلقه، راه كيتهز الكيمياء اللي بغيتو. اما بالنسبه للكاس اللي حسبت به، كندير هنايا ايترو ديال الماء، يعني كاس ديال العنبه من هذا المركز مع ايتر ديال الماء. صافي كنخلطو مزيان هكا بالمعلقه وكنقدمو، اللي ممكن انكم تحنوا معاه اي فاكهه بغيتو. يعني هذا كيرجع عندكم هذا المركز لا باز ديال العصير، ممكن تستهلكو غير هكا مع هذا المركز مع الماء، رجع عندكم هكا عصير ديال الحامض، ولا ديروا معاه اي فاكهه بغيتو. صافي هنا غادي نحاول نفرغ لكم في الكاس، شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. وهكا غادي نكمل معكم الفيديو، كنتمنى الوصفه نالت اعجابكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا لايك الفيديو مع الاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.